اليوم نحن في محافظة الأنبار وبالتحديد في مدينة الفلوجة، يعني حتى هذه اللحظة نحن بانتظار بيان مكتب انتخابات الأنبار بخصوص نسبة المشاركة في محافظة الأنبار بعد أن وصلت في منتصف النهار نحو، يعني لم تتجاوز 30% في منتصف النهار، لكن يعني أعداد المشاركين بالتأكيد سارة كانت بالمستوى يعني الغير متوقع، بأن لأنها كانت بنسب ضئيلة نوعا ما، يعني لكن محافظة الأنبار اليوم عندما نتحدث عن النسب هي نسبة 27% حتى الساعة 12 ظهرا، هي مقارنة مع المحافظات الأخرى هي نسبة نوعا ما يعني جيدة لكنها غير مرضية، لأن هذه المحافظات خصوصا يعني محافظة الأنبار والمحافظات المحررة الأخرى كانت تنتظر يعني حشود من الجماهير أن يعني تخرج في هذا اليوم وتدلي بصوتها من أجل التغيير المنشود التي يطمح إليه أو يتطلع إليه أبناء هذه المحافظات. العملية الانتخابية في محافظة الأنبار سارة يعني كانت على يعني وفق انسيابية عالية وتسير وفق ما حطت لها المفوضية والتعاون مع قيادة العمليات المشتركة. اليوم كانت الإجراءات كبيرة جدا من كل يعني صنوف القوات الأمنية ومن كل موظفي الاختراع أيضا، وكذلك يعني لا يوجد هناك حتى هذه اللحظة منذ الصباح وحتى هذه اللحظة لا توجد هناك أي قطوعات الشوارع ولا يوجد هناك أي حظر للتجوال. 383 مركزا انتخابيا في محافظة الأنبار استقبل نحو 787 ألف ناخب، لكن بالتأكيد نحو 800 ألف ناخب لم يخرجوا جميعهم للإدلاء بأصواتهم حسب ما شاهدناه منذ الصباح وحتى الساعة 6 من مساء هذا اليوم، وهو الوقت الذي أغلقت فيه صناديق الاقتراع وبعدها يعني بدأت أجهزة الإرسال ويعني أجهزة الإرسال باستخراج النتائج الأولية وإرسالها إلى العاصمة بغداد. سارة ما زلنا نحن وإياكم أيضا ننتظر يعني بيان من المفوضية، وكما أبلغونا أيضا وأبلغتنا مفوضية انتخابات الأنبار أو مكتب انتخابات الأنبار بأن هناك أيضا مؤتمر صحفي في الساعة 10 من مساء هذا اليوم، أي بعد قليل، يعني لتبين للمواطنين أو يعني الشارع الأنباري كيف سارت يعني عملية الاقتراع ضمن الاقتراع العام وكذلك أيضا الاقتراع الخاص، وكما أيضا تحدثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن نتائج الاقتراع الخاص ونتائج الاقتراع العام ستعلن جميعها في وقت واحد، أي بعد 24 ساعة ستعلن هناك نتائج أولية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. نحن منذ الساعات الأولى منذ ساعات الصباح الأولى كنا متواجدين يعني أمام مراكز الاقتراع، وأيضا كانت هناك لنا تغطية كبيرة عبر شاشة قناة الفلوجة الفضائية منذ أن فتحت يعني أحمد. يعني مراكز الاقتراع أبوابها وحتى هذه اللحظة. طيب أحمد، بما أنه أنتم متواجدين من الصباح الباكر إلى الآن في التغطيات الخاصة حول المستجدات في العملية الانتخابية اليوم، طيب هل كانت هناك خلال طوال هذا اليوم بعض الحوادث أو الخروقات في أثناء الاقتراع للمواطنين الناخبين؟ نعم بالتأكيد سارة، نحن نتحدث وفق مصادر رسمية ولا نتحدث وفق ما يعني الشهود عيان، وإنما اليوم إذا تحدثنا عن الخروقات فأنا أتحدث وفق ما تحدث به قائد عمليات الأنبار بأن الأنبار أو محافظة الأنبار والجميع وعموم مدن الأنبار سجلت نحو 20 خرق انتخابي، لكن هذه الخروق الانتخابية سارة حدثت أغلبها أو جميعها خارج يعني مراكز الاقتراع، كانت تضمنت أيضا هناك بعض الذين يروجون إلى أحزاب معينة أو كتل معينة أو مرشحين، وهناك أيضا من يدفع من حاول أن يثني إرادة الناخبين ويدفع لهم يعني المبالغ من أجل انتخاب أشخاص معينين، لكن أيضا اليوم كانت قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة الأنبار لهم بالمرصاد وتم إلقاء القبض عليهم مباشرة وإيداعهم التوقيف، وبعدها سارت العملية الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع في محافظة الأنبار التي تحدثت عنها، هي 383 مركزا انتخابيا سارت بشكل يعني بوفق انسيابي
إيجابية عالية، وكانت هناك أيضا ممرات لدخول الرجال وممرات أخرى عفوا لدخول النساء، وكانت هناك يعني الأصوات يعني من قبل الناخبين كانت الإرادة مثل ما تحدثنا، هناك إرادة عالية من قبل هذا أمر إيجابي جدا زميلي أحمد، هذا أمر إيجابي جدا أكيد. اليوم نشهد يعني الكثير من المواطنين يقبلون على الانتخابات.